مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم خاصة بالتقليم أو زبارة ديال أشجار الرمان والأهداف الرئيسية من هذه التقنية، يعني تعطي الشجرة الهيئة والفورمة اللائقة بها، نساعدها باش تشمش وتهوم للداخل، وزبارة كتمكن الشجرة تستغل بنجاح الماء والمواد المغذية وتقاوم الأمراض والحشرات. وإمتى نزبروا شجرة الرمان؟ ففي الغالب كان زبروا الرمان في فصل الخريف والشتاء، ولكن الوقت ممكن يختلف حسب كل منطقة والمناخ ديالها. في المناطق اللي فيها المناخ معتدل ممكن نبداو في جنبر، أما في المناطق اللي المناخ ديالها بارد لازم نستناو حتى تفوت السمرة ديال يناير باش جراح ديال التقليم ما تأثرش عليهم السمرة. وتقليم شجرة الرمان كيختلف حسب عمر الشجرة، فتقليم التكوين كيهم الغسل الجديد وكيدوم 3 إلى 4 سنوات حسب الصنف، ومن بعد كيبدا تقليم الصيانة واللي كيدوم طول عمر الشجرة. وممكن نقوم بتقليم التقويم للشجر اللي ما تكونات في صغر، وكذلك يمكن نقوم بتقليم تشبيب الشجر الموسين واللي باقي جذع ديالو صين. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، بالنسبة لتقليم التكوين ونحصلوا على شجرة متوازنة بجذع واحد ومكونة من 4 إلى 5 ديال العراش الرئيسية حسب الأصناف، يمكن نبدأ في نهاية السنة الأولى ونحبسوا النقلة على علو 80 سنتيمتر، وفي السنة الثانية نختاروا 5 ديال العراش الرئيسية اللي هما الركيز اللي غادي تبنى عليهم شجرة ويساعدونا باش نتحكموا في التهوية والصيانة ديال الشجر على طول العمر. وفي السنة الثالثة كنزولوا الخلفاء على الجذع والفروع اللي كبرات بطريقة غير منضبطة، وكنزبروا الركيز 3 على 5 من الطول ديالهم دائما تحت واحد العين. وفي السنة الرابعة كننقيو الجذع والأغصان الرئيسية والثانوية من الخلفاء اللي خارجة أو داخلة بشكل مفرط واللي كتستنزف الشجرة وكتنقص من قوتها، وبهذا نكونوا كملنا تكوين الشجر وعطيناها الفورمة اللي بغينا. وبخصوص تقليم الصيانة والإتمار فكنديروها كل عام، وكتعتمد على تنقية الشجرة من الأغصان اليابسة المكسرة والمريضة والمتحاكة والزايدة، وكيساعد الشجر باش يتهوى ويتشمش من الداخل، وكذلك كيمكننا من الحفاظ على أغصان السنة السابقة مع مراعاة نقربوها من الفروع الرئيسية أو الثانوية. ولازم نزوروا الأغصان المتشابكة ونشجعوا نمو الأغصان الجديدة اللي كتعطي الغلة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، تقليم التقويم أو التشبيب كيساعد في إعادة هيكلة الأشجار وخلق توازن ما بين النمو الخضري والإثمار، فكيسهل الدخول في الإنتاج بكري، وبالتالي كيساعد في تمديد فترة إنتاجية الشجرة وإنتاج فاكهة غليظة وبجودة جيدة، وكيساهم في نضج متناسق، وكيسهل دخول الضوء والمبيدات، وكيقلل من تواجد الأمراض والحشرات. وعملية التقويم والتشبيب كتسهل عملية الجني وكتنقص من حاجية الماء والتغذية. فطرق تشبيب وإعادة هيكلة الشجرة مختلفة حسب الحالات، كيمكن قطع الفروع الثانوية في حالة سلامة الجذع والفروع الرئيسية ديال الشجرة من الإصابة، وكيمكن قطع الجذع ديال الشجرة على ارتفاع متر إلى متر ونص، ومن الممكن قطع الشجرة على سطح الأرض، وفي السنة القادمة نختاروا من 1 إلى 3 الخلفات ونكونوها من جديد. شروط نجاح التقليم: لازم نستعملوا الإمكانيات والأدوات الخاصة بالتقليم، ونعقموا أدوات التقليم ونجتنبوا التقليم المفرط، ونوازنوا ما بين الأغصان والأوراق اللي احتفظنا بها، وناخذوا بعين الاعتبار عمر الشجرة والصين. ومن ضروري نستعملوا مادة الماستيك في مكان القطيع، ونزولوا مخلفات تقليم البستان، ونحرقوا الفروع المريضة. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كي تعتبر التقليم أو الزبارة حلقة جد مهمة في المسار التقني لأشجار الرمان، ولازم نعتمدوا على يد عاملة ذات كفاءة واللي عندها تجربة ميدانية. والتقليم الجيد كيمكنك أخي الفلاح باش تحسن من ظروف الصحة والتغذية واستغلال المياه، وبالتالي تساهم في تحسين إنتاجية وجودة المنتوج. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.